احنا حاليا لو بده يصير ايش ما يصير مش حنهاجر، لانه ليش احنا هايهم بخبطوا فينا وهذا، لكن احنا مش حنطلع من دورنا ولا نهاجر. وين بدنا نروح نهاجر؟ مش ضايل اشي. بعد الإنجليز سلمونا لمصر، إجوا المصريين قعدوا 6 شهور. بعد ما قعدوا 6 شهور إجت بريطانيا تاني الإنجليز وصارت ترمي علينا براميل كحول. البرميل ينزل على العمارة لو كانت على العاشر تنزل على الأرض، يعني صار مذبحة أكتر من هيك في المجدل. كان عمري 18 سنة في 56، فخشوا علينا اليهود، تخشوا علينا اليهود، صاروا يدقوا على الأبواب، يطلعوا الشباب، إذا في شباب يطلعوهم وصلبوهم على الحيطان عند قهوة أبو مسلم وطخوهم. بعدها إجت 67، بعد 67 صار يعني ما صار زي 56، بس يعني صار ذبح وقتل وطخ. بدل ما نهاجر على سينيا احنا الله يقوي الشباب ونرجع على بلادنا. عمليه النزوح ليست بايدينا وليست بايديهم، هذه ادعاءات كاذبه كلها. فنحن نقول لامريكا ولا اسرائيل ولا من يقف مع اسرائيل، لن نغادر قطاع غزة أبداً بالمرة.